عن هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك. بعدما وجد الشرك أرسل نوح عليه الصلاة والسلام وتتابع الرسل من بعده يدعون قومهم إلى التوحيد ويحذروهم من الشرك الذي وقعوا فيه. وأما قبل ذلك فقد كانوا على التوحيد وعلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الناس فطروا على التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، والشرك طرأ عليهم بعد ذلك. فلما طرأ الشرك أرسل الله الرسل، وأول رسول أرسل بعد وجود الشرك وحصول الشرك نوح عليه الصلاة والسلام.